ماينشولا اون شولاينن ان دير ديتين كلاسي دير ميتل شولي ان دير الفروش بروخ شولي في دي بامس كايت اون ديزاجن جوتس. طلابي وطلباتي بالصف الثالث الاعدادي بمدرسة الفاروق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم، مع هي وليد فضل. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد. هنشوف الموضوع بتاعنا النهاردة بيتكلم عن ايه. ده مستمرين في الدرس لكاتسيون سفول في الدرس رقم 12 اللي هو بعنوان جوتن ابتيت، اللي هو بالهنا والشفا. يعني جوتن ابتيت معناها بالهنا والشفا. هناخد اول قاعده في الدرس اللي هي بعنوان اللي هي قاعده الجراماتيك اللي هي داس بيرتيرتوم اللي هو الماضي. يبقى البيرتيرتوم اللي هو الماضي، احنا عندنا هناخد بس الماضي بتاع فعلين بس في الالماني. طبعا كل الافعال في الالماني ليها ماضي، بس احنا هندرس فعلين بس اللي هو الماضي بتاع فعل هابن والماضي بتاع فعل زاين. طبعا احنا درسنا قبل كده فعل هابن اللي هو معناه يملك، وفعل زاين اللي هو فعل الكينونه اللي هو بمعنى. تعالى كده نعمل مراجعة سريعة على فعل هابن وزاين ان بريزنس في الايه في المضارع. تعالى نفتكر تصفهم. فعل زاين تصفه ايه؟ ايش بين دو بيست اير از زي است فير زي زي زند اير زايد. طب تصف فعل هابن كان تصفه ايه؟ ايش هابي دو هاست اير اس زي هات فير زي زي هابن اير هابت. يبقى لا تصف فعل زاين في المضارع وتصف فعل هابن في المضارع، لازم يكونوا دول اساس عندنا بننطلق منه عشان هنشوفهم دلوقتي في الايه امبيرتيرتم في الماضي. تعال نشوف بقى هابن وزاين امبيرتيرتم في الماضي بيبقوا ايه. هابن الماضي بتاعه اسمه هاتن، يبقى هابن الماضي بتاعه اسمه ايه؟ هاتن. وزاين الماضي بتاعه اسمه فارن، يبقى الماضي بتاع هابن اسمه هاتن والماضي بتاع زاين اسمه فارن. تعال نشوف التصريف بتاعهم. تصريف فعل فارن الاش والاير والاس والزي فار دو فارست اير واس وزي فار فير وزي وزي فارن اير فارت. تصريف فعل هاتن اش اير والاس والزي هاتي دو هاتست فير وزي وزي هاتن اير هاتت. لو انت تلاحظ معايا ان تصريف فعل فارن مع الاش هو نفس تصريف فعل فارن مع الاير والاس والزي، وتصريف فعل هاتن مع الاش هو تصريف نفس تصريف فعل هاتن مع الاير والاس والزي، تمام؟ يبقى الايه والاس والزي والايش زي ايه؟ زي بعض في التصريف لو انت لاحظت ايه معايا زي ما انت شايف كده معاك في الايه في الجدول. تعال نشوف بقى الكلمات الداله على الزمن. زي في الانجليزي في كلمات داله بتبقى داله على زمن الماضي، فكذلك في كل لغه في كلمات داله على الزمن. عندنا اول كلمه داله على زمن الماضي هي كلمه جيستون اللي هي معناها امس، فورجستون اول امس، فوريا معناها في السابق، هويت موجن في صباح اليوم، فور قبل، لتست زيار السنة الماضية، لتست المناط الشهر الماضي، لتست فوخي الأسبوع الماضي، وأي سنة زي مثلا أقول اتس 5000 ديت سين سنة 2010. وفي كلمة اسمها زي كلمة أين مال، وكلمة اسمها نخني، وكلمة اسمها فور هير اللي هي من قبل. كلمات كتير جدا بتدل إيه على الماضي، بس إحنا مطالبين بالكلمات اللي أمامنا دي. أول ما أشوفها أعرف إن الجملة في زمن الماضي اللي هو زمن إيه بقى اللي إحنا بنقول عليه إم إيه إمبرتيرتوم. تعال شوف كده مثال معايا. بقول لك في البيجبيلي دي الامثله دي بقول لك جستون ايشت سايت. هنا المركز ايه اللي ناقص؟ مركز الفعل، المركز رقم 2. لو انا عاوز اقول انا عندي وقت المفروض استخدم فعل ايه؟ هابن او ايش هابت سايت او ها جز او اقول ايه مثلا يتست هاب ايشت سايت. الان انا عندي وقت، لكن انا بقول لك امبارح امس كان عندي وقت، يبقى اقول ايه بقى؟ هاتي. يبقى اقول جستون هاتي ايشت سايت، بالامس كان لدي وقت. بقول كان لدي، يبقى استخدم زي فعل كده في الانجليزي ايه؟ زي فعل هاد، زي فعل ايه؟ هاد. طب عاوز اقول انا كنت في النادي بقى، كنت او ظرف مكان في، كنت في، يبقى اقول جيستون ممتاز فار ايش ان كلوب، امس كنت ايه؟ في النادي. يبقى فعل هاتن هيجي هنشوفه دلوقتي استخدامه ايه؟ بيجي مع ايه؟ وفعل فارن بيجي استخدامه مع ايه؟ ميرك بقى لاحظ معايا، بقول لك ان فعل هاتن ده بيجي مع الحاجات دي. بيجي اول حاجه مع العلاقات الشخصيه زي كلمه فريند وكند، كلمه صديق وكلمه طفل. اقول مثلا اشهاتي فريند، كان لدي صديق، اشهاتي كند، كان لدي طفل. بيجي مع اي شيء بيملك زي كلمه اوتو سياره، طاشي حقيبه، كمبيوتر كمبيوتر. بيجي مع المواد الدراسيه زي دويتش وماتي. بيجي مع بعض الاسماء المعينه زي كلمه هونجر الجوع، دوست العطش، لوست مزاج، اتسايت وقت، جلد فلوس. يبقى بيجي مع الكلمات دي اللي هي هونجر دوست لوست اتسايد جلد. ممكن يجي مع كلمه بارتي اوند زو فايتر الى اخره. اي شيء بيدي معنى ايه؟ بيدي معنى الملكيه. لاحظ بقى معايا فعل فارن بيجي مع ايه؟ بيجي مع الوظائف زي كلمه ليرر وكلمه
artist بيجي مع الصفات زي كلمة يونج شاب كرانك مريض أربايتسلوس بدون عمل أنجشتلت موظف بتيجي مع ظرف المكان زي كلمة دورت هناك هير هنا إنكايو في كايو بيجي مع الألتر العمر زي ما أقول مثلا إيه إشفار زي شيت سينيور ألت أنا كان عندي 16 سنة وهكذا. تعال نشوف بعض الأمثلة اللي هتوضح لنا الكلام ده. بقول لك فيلي دي اشتيجي انتفورت أو اختار الإجابة الصحيحة إيفا هاتي ولا هاتست ولا هاتن ولا هاتت فوجستون جيبوت الصاج. أول حاجة أقف هنا شوف زمن الجملة إيه زمن الجملة ها بيوتيرو تو ماضي عرفت منين؟ من ظرف الزمان اللي هو تلتسايت أنجابي اللي هو فوجستون اللي هو معناها أول أمس. طب عاوز أقول كان عندها عيد ميلاد يبقى إيه أستخدم فعل هاتن. طب مع إيفا يبقى هاتي رشتش ممتاز. بعد كده بقول لك تيمو جستون اندير شولي في زمن الجملة هنا ايه ماضي عرفت منين؟ من كلمة جستون اللي هي معناها بالأمس. اندير شولي في المدرسة بقول كان زي كده ووز وير كده في الانجلش بقول تيمو رشتش فار. السنة اللي بعده لتست زيار او كده زمن الجملة ماضي بقول السنة الماضية ماين بودا اربايت سلوس بدون عمل يبقى استخدم فعل ايه اللي بيدل على الكينونة اللي هو فعل فارين في الماضي يبقى اقول كان يبقى فار. بعد كده جستون هاتت ولا فارن ولا هابن ولا هاتن ماين كيندر شول فيست. شول فيست لديهم احتفال في المدرسة يبقى حاجة بتملك لديهم عندهم وزمن الجملة ماضي يبقى وكيندر جمع بعوض عنه بإيه بزي بتاعت هم يبقى هاتن. بعد كده فو فارت ولا هاتت ولا زايد ولا فارن اير لتستن اور لاوب عندهم أجازة أم مير تبقى الإجابة ها فارت. بقول اين كانوا في الايه في الاجازه فكانوا قلت امير معناهم على البحر. داس فيتر الطقس فار نشت جوت الجو مش كويس فير فيل ريجن امطار عندنا امطار ولدينا زي هاد يبقى مع فير يبقى هاتل. شوف في المثال ده بقول ماني سايت باي فودافون زير شون الوقت اللي انا قضيته في فودافون كان جميل يبقى ماين سايت اعوض عنها بزي بتاعت هي عشان ده دي المؤنث. احنا قلنا اي كلمه ده دي المؤنث اعوض عنها بزي بتاعت الزنجلار اللي هو المفرد بتاعت هي فبقول ماين سايد باي فودافون كان بقى جميل بقول ايه فار زير شون رشتش ممتاز. فير هاتن هاتت ولا زايد ولا فارن ولا فارت او فير هو خد سايد فون هدى كنا في حفل جواز هدى كنا ظرف مكان او فير هو خد سايد في حفل الزفاف يبقى ده ظرف مكان يبقى استخدم فعل فارن برضك اقول ايه فير فارن او فير هوخت سايت. بكده يبقى درسنا انتهى. اتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس وان شاء الله نلتقي في دروس قادمة باذن الله. بيس داين تشوس.